لبنان همنا الزواج المدني، مشان هيك معنا مراسلنا عبد اللي حكينا اكثر عن الموضوع. عبد، انت نزلت غطيت المظاهره اللي صارت الاحد من الاي يو بي لوين؟ لا وزارة الداخلية. شو صار؟ أولاً سلام، بحب أشكركم لأنكم منبر للعلمانيين الكفرة اللي مثلي اللي بالفعل. حابين يعبروا عن بالفعل يا ملحد يا كافر يا واطي. شكراً. المظاهرة كانت لمطالبة وزير الداخلية نهاد مشنوق أنه يعترف بالعقود الزواج اللي تمت برا. ما بده يعترف مع أنه هو اعترف أمس هلا صاحب، مع أنه هو قال قبل على تويتر أنه صفات ركون يتجوزوا، بس ما بعرف ليش. إيه بس قبل ما كان وزير داخلية طبعاً. يعني هذا الفرق. هلا هو وزير داخلية عنده مسؤولية، عنده في جمهور كمان بده يرضيه، في بده يرضي. على كل حال انا اكتشفت شغله كثير مهمه انا وتحت، هلا بتشوف التقرير، بس اكتشفت انه الزواج المدني ما له علاقه ابدا بالدفاع المدني. بما انه صار عمري 35 سنه وبعدني عذراء لانه ما حدا عم يقبل فيي، وسمعت انه في ناس نازلين يتظاهروا لانه بدهم يتجوزوا، قررت اني انزل برك بلاقي العروس المناسبه او برك بلاقي حدا بيقبل انه يعمل معي مساكنه. شو رأيك بالزواج المدني؟ هو الزواج كله من أساسه مش منيح، بس يلا منيح. إذا أنت بتشجع المساكنة أكثر؟ مش عايزين مظاهرة لنطالب بالمساكنة. لا هلا للجد يعني أكيد نحن مع الزواج المدني، لأنه خلص زهقنا من كل شيء اسمه طوايف. تكون هي عائق قدام اثنين بحبوا بعض. جوزة مدنيا وبعد ما عم يسجلوا لي الزواج فنزلت. أنا هون عم بقول له لهاد المشنوق إنه بعد ما نحن تثبت 13 زواج ونحن أول زواج كان متثبت، إنه هذا القانون ماشي. المرأة عندي مش عورة. ما خصك، بدي اقول له ما خصك تحت زناري وبقرار مصاري. مش موضة بنطلع نتزوج بقبرص. ما خصك بغرفة النوم عندي ما خصك. ليديز اند جنتلمان، لأين بطلة المظاهرة السيدة نتاشا؟ ايي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 ي
يا بيز فظيع يعني فظيع. لا مبين انه السكوت على مرضى كثير حبوا للتقرير يعني عبد لحظة عبد بس بدي اعرف انت عم تدعي كنت للمساكنة يعني انت نعم. انت حدا ساكن يعني في روميت او ساكن مع وحدة او شيء؟ انا ساكن مع اهلي صراحة ومطلع برا. شكرا. مش تعتبر مساكنة مع الاهل؟ لا